أرض أي دولة عربية. خلاص أنا معك. تفضل. أنا أفهم هذا الاقتراح بأنه ستحذف الأسماء تحت الدول. إذا كان هذا الفهم صحيح فنحن معه. إنه تحذف أسماء الدول، وإنه الرفض رفض عام لأي تدخل في الشؤون العربية من أي جهة كانت. هذا مقبول. سيد رئيس دكتور علي عبد العال له كلمة في الموضوع إذا سمحتم. خلينا نكون قانونيين إلى حد ما. أنا مع هذا الاقتراح أن يرفض تسمية الدول، ولكن هناك اعتداء متكرر يوميا بالصواريخ على المملكة العربية السعودية، واعتداء أيضا على الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية. فلا يمكن أن نغفل عن ذكر المعتدي في هذه الحالة. هذا هو القانون الدولي، هذا هو التوصيف الدقيق. إذا كان ذكر الدول إن إحنا التدخل الخارجي محظور ووفقا للقانون الدولي من أي دولة أجنبية أو أقليمية في شؤون الدولة العربية، فمن باب أولى إدانة المعتدي على دولة آمنة لا تبادله الاعتداء. هذا ما أردت ذكره في هذه النقطة على وجه التحديد. مرافعة أخرى سيد المحامي. رئيس اللجنة تفضل باختصار. أي باختصار معالي الرئيس، ما اتفقنا عليه فعلا هو أن تذكر ما طلبته العراق، تحذف السودان، تحذف سوريا، ويبقى العراق فقط لأنه هو من طلب وأن يسجل. وأنا مع ما ذكره معالي رئيس مجلس النواب المصري، المسميات يجب أن تسمى، وإلا صارنا في مفاهيم والمفاهيم متعددة، والبيان لابد أن يكون صارما ويوجه إصبع الاتهام. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سيد المقرر، إذا كان من الممكن قراءة الفقرة المعنية من خلال أخذ بعين الاعتبار يعني بعد التعديلات. تفضل سيادتك. احنا يعني بننتهي إلى ما تفضل به السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال، وهو ما انتهت إليه رأي اللجنة بالفعل. إذن موافقون؟ لا موافقون. شكرا. لا، أنت لك الحق في عدم الموافقة. سجلناها. سيد الرئيس إذا سمحت، لك كامل الحق أن لا تكون متفقا مع فقرة من فقرات التقرير، ونحترم رأيك وموقفك. تفضل أعيد قراءة الفقرة المعنية إذا سمحت. شجبي واستنكار كل التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية الداخلية والاحتداء على أراضيها وسيادتها الوطنية، وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية في اليمن والبحرين واحتلال الجزر الإماراتية والتدخلات في باقي شؤون الدول العربية، وكذلك التدخلات التركية في العراق. موافقون؟ السيد بده من هنا. السيد الرئيس كان في اقتراح من قدم هنا، هل اخذت رأي فيه؟ السيد الرئيس في كان اقتراح مقدم من هنا، هل اخذت الرأي فيه؟ في رأي من هنا وقدم من هنا من مثل مصر، ومثل مصر قدم اقتراح، هل أخذت فيه الرأي؟ سيد الرئيس من حقك وموقفك يحترم أن لا تكون متفق، لذلك ما في إشكال على ضوء هذه القراءة الأخيرة. طيب تفضل سيد الرئيس. الإشكال يعني مع احترامي نحن
نستنكر أي تدخل من أي دولة أجنبية في أي قطر عربي. هذا البيان يعني معناته إحنا نستنكر تدخل تركيا في العراق ونؤيد تركيا في سوريا لأن سوريا غير موجودة في البيان؟ هذا كلام غير دقيق. نحن ضد التدخل التركي في أي قطر عربي، ونحن ضد التدخل الإيراني في أي قطر عربي، ونحن ضد التدخل الروسي في أي قطر عربي، ونحن ضد التدخل الأمريكي في أي قطر عربي. خلونا يا أما بنحكي بالشكل المجمل، لا نفصل بقياسات بدون مؤاخذة آنية. الآن التدخل الأمريكي بالنسبة لنا مرفوض. عندما قررت أمريكا نقل سفارتها كلنا طلعنا بمظاهرات على الشارع، واليوم نحن ضد التدخل التركي في أي قطر عربي. شكرا. هاي الكلمة كلمة لي يعني دكتور علي عبد العال. ما ذكرته التدخل الأجنبي أو الإقليمي في شؤون أي دولة عربية والاعتداء على سيادتها. الدولة حاضرة أو غير حاضرة لا تنسلخ من الوطن أو من الجسد العربي. مش معنى ان سوريا مش حاضرة او اليمن مش حاضر او اي دولة اخرى مش حاضرة ان احنا نستبيح التدخل الاجنبي. اذا ما اقررنا هذه القاعدة ممكن ان ترتد على اي دولة منا قد تكون غير حاضرة في توقيت معين وبالتالي نقر هذا الاعتداء. ولكن ما ذكرته ان التدخل الاجنبي او التدخل الاقليمي في شؤون الدول العربية أمر مرفوض طبقا للقانون الدولي، ولكن هناك اعتداءات يتتجسد وبصورة واضحة وبصورة يومية. ما ذكرته من إيران في المملكة العربية السعودية اعتداء يومي بالصواريخ، وهذه الصواريخ أيضا تصيب مشاعرنا كلنا كعرب وكمسلمين، اعتداء على الأراضي المقدسة. أيضا هذه الدولة تحتل جزر، وهي جزر يعني تدخل في سيادة الإمارات طبقا للقانون الدولي. أيضا هذه الدولة أيضا تتدخل في شؤون اليمن وبصورة واضحة وتعلنه صراحة، وهذا ما يتعارض مع كل قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن. هذا ما ذكرته. لن نحدد دولة معينة ونعفيها من الاعتداء على أراضيها ونقر بهذا الاعتداء في دولة أخرى. يعني ازدواج المعايير علينا أن نودعه تماما. شكرا. يعني هذا ما ذكرته. ثانيا احنا منظمة عربية بامتياز، فبالتالي لا ندافع عن تدخلات اي دولة اخرى في شؤوننا العربية. يعني انا استعجب ان هناك صوت داخل الجسد العربي يدافع عن تدخل دولة اخرى في شؤون الدول العربية. وأيضا هذا أيضا معيار لو طبقناه ربما يرتد على أي منا في يوم من الأيام. هذا هو ما ذكرته، وأعتقد أن احنا تجاوزنا هذه النقطة. وزي ما ذكر يعني معالي الرئيس الحبيب المالكي، وزي ما ذكر برضو أخويا مرزوق الغارب، احنا وافقنا على هذا. إذا كان هناك تحفظ وإذا كان هناك رافض لأي طرف، فبالتالي لابد من تدوينه في هذه أو محاضر هذا الاجتماع، ونبدأ أن إحنا نتقدم ونتجاوز هذه النقطة، وإلا سنتجاذب الحديث حتى يمكن اليوم التالي لغدا إن شاء الله. شكرا سيدي. شكرا. بتركيز شديد قدر الإمكان. شكرا سيادة الرئيس. وأنا الحقيقة ما ذهبت إليه يتفق مع رأي أستاذنا الدكتور علي عبد العال في أن الأمر بالنسبة لإيران شكل جرما، لأنهم يمدون دولة أو انقلابيين في دولة بأسلحة وصواريخ تعتدي بها على دول عربية شقيقة وصلت إلى حد العدوان على الحرمين الشريفين.
فهذا أمر فضلا عن تصدير الأجندات المذهبية المتطرفة إلى دولة البحرين الشقيق لزعزعة أمنها واستقرارها، هذا أمر لا نتكلم فيه. أما الباقي فإذا تكلمنا عن سوء سيادة الرئيس، أنا بستمع، فنحن فضلنا أن نشير إلى بعد هذه الفقرة كافة التدخلات الأجنبية أو الإقليمية في أي دولة عربية، لأننا إذا ذكرنا سوريا فسوريا على أرضها الروس وعلى أرضها الأمريكان وعلى أرضها الأتراك، فلا بد أن أترك دولة دولة وأذكر أسمائها، وبناء عليه التعميم في هذا الشأن رفض أي تدخل من أي دولة أجنبية أو إقليمية على الأراضي السورية أو أي أراضي عربية. إيران. نستمع للصيغة النهائية، أتمنى أن تكون موضع توافق فيما بيننا. شكب واستنكار كل التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية الداخلية والاحتداء على أراضيها وسيادتها الوطنية، وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية في اليمن والبحرين واحتلال الجزر الإماراتية والتدخلات في باقي الدول العربية، وكذلك أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية. موافقون؟ طيب شكرا. ما بس هي البحرين نسينا المصادقة على تقرير اللجنة السياسية. شكرا للمقرر العام. تفضل سيادة المقرر. سيادة الرئيس، بالنسبة للصومال التأكيد على وحدة الصومال شعبا وأرضا. يبقى المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن وسوريا، هذه هي التدخلات اللي واضحة. اليمن والبحرين موجودة بالضبط. خلاص يبقى ماشي. طيب شكرا. نمر إلى قراءة تقرير لجنة المالية والاقتصادية. سيد المقرر، أحد الإخوة من فلسطين، أنتم لأسباب صحية. معذرة ما سمعتش مزيان. مقرر الجلسة غادر مقرر اللجنة المالية والاقتصادية من فلسطين، غادر لأسباب صحية. طيب. إذن رئيس اللجنة، رئيس وفد فلسطين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية من؟ يعني لا في وزع التقرير وزع واحنا المال بيجمعنا لا يفرقنا احنا، والاقتصاد في حاجة الى تكامل بحيث احنا متفقين. طيب اذا نعتبر ان تفضل دكتور علي عبد العال.
تفضل. شكرا سيادة الرئيس. بس بالنسبة للتقرير المالي في نقطة قانونية أو يعني في توصية بأن لهذه اللجنة أن تعقد اجتماعين في خلال العام أو في خلال دورة الأنعق في دور الانعقاد طبقا للميثاق، هي تعقد يعني اجتماع واحد قبل انعقاد اجتماع السنوي، ولكن لرئيس الاتحاد أن يدعو هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. التوصية تقيد وبالتالي بتفرض أن هناك اجتماعين، المرونة تقتضي أن تعقد الاجتماع كما هو ثابت في الميثاق، وبالتالي لرئيس الدورة أن يدعو كلما دعت الحاجة. يمكن دي التوصية دي في حاجة إلى حذف من الناحية القانونية. شكرا. موافقون؟ هذه صيغة مرنة لتدبير الملف المالي بكيفية خاصة. إذن كان هذا هو رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس البرلمان المغربي السيد الحبيب المالكي، كان يتحدث منذ قليل وبجواره الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد مباشرة حاليا في القاعة الرئيسية بمجلس النواب المصري. هذه الجلسة الختامية تحدث فيها القائمون من خلال كلمات للدول العربية وأيضا المصرية للبرلمانات العربية حول عدة توصيات، منها أول توصية أو أهم توصية هو رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي العربي، وخاصة رفض التدخلات التركية في سوريا وفي أكثر من دولة، أيضا توصية مهمة برفض التدخلات الأجنبية الإيرانية في كل من اليمن والبحرين، والإدانة أيضا كما قال دكتور سعد الجمال البرلماني المصري منذ قليل برفض أو إدانة إطلاق الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية. اجتماعات اليوم تشهد تعيين نائب رئيس المؤتمر وأمين سر المؤتمر من قبل الرئيس وفقا لأحكام المادة رقم 10 من النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، ثم بعد ذلك إقرار لجدول الأعمال، تقرير الرئيس، تقرير أيضا الأمين العام، مناقشة تقارير للدورتين 22 و23 للجنة التنفيذية للبرلمان العربي التي عقدت قبل ذلك لكي يتم المصادقة على هذه الدورات، ثم أيضا ألقى رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركة كلمتين في هذا اليوم خلال جلسة العمل الأولى من اليوم الثاني، حيث كانت الكلمات تدور كلها أو معظمها حول الوضع العربي، ثم عقبتها أيضا اجتماعات للجان الشؤون المالية والاقتصادية بقاعة الراحل سيف اليزل، ثم الحديث حول شؤون المرأة والطفولة في العالم العربي، الشؤون السياسية، العلاقات البرلمانية للدول العربية مجتمع أيضا، ثم استكمال لكلمات رؤساء البرلمانات التي حدثت منذ الساعة 6:30 منذ قليل. ويذكر أنه في هذه الجلسة رقم 27 رئيس مجلس الأمة الكويتي شارك في هذه الدورة، وأيضا رئيس مجلس النواب الأردني وصل إلى القاهرة لكي يشارك في هذه الدورة، ثم رئيس برلمان السودان وصل أيضا للمشاركة، وبالتالي اجتمع العديد من البرلمانيين العرب. يتم في هذه الدورة أيضا رقم 27 منح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي لكافة الفئات نظرا لعملهم الدؤوب طوال الدور الانعقاد الأول والثاني في هذه الدورة البرلمانية في كل الدول العربية. ما زالت هذه الجلسة مستمرة لكي يناقش فيها القائمون على البرلمانات العربية كيف تبدو التوصيات في هذه اللجنة الختامية.